شوف ايه المشاكل اللي حواليه اللي هتخليه يعيش في سلام او في حاله احسن من اللي هو فيها، فابتدي يعمل يتصالح يتكلم يتناقش. برضو اختلف شويه اوكي وبيسعى اكتر للشغل في اكتر من مكان. السرطان، بنت سرطان بتسعى للجواز او عايزه الارتباط، لان هي بقى لها سنين عماله ترتبط. انا ملاحظه ان كل الابراج بتدور على الجواز البنات. اللي ما كانوش بيدوروا بقى بيدوروا. اشمعنى؟ علشان حسوا ان الدنيا بقت يعني اللي هم بقوا عمل اللي كانوا عمليين، يعني ست السرطان دي عمليه، ست الثور دي عمليه جدا، اوكي الحمل برضو عمليه جدا، ابتدوا يحسوا ان يعني العمر بيكبر، او ان هم في حاجات كتيره فايتاهم، او هم ليه ما يعملوش كل حاجه، او يبقوا هنا يبقى اوكي وهنا اوكي وهنا اوكي. كان الشغل او كان لهيهم اكتر اوكي، او واخد حيز كبير في حياتهم اكتر. ابتدوا يفوق، ابتدوا يفوقوا، يعني اغلبيه الناس بقت تعمل عكس كل حاجه كانت بتعملها او بتسعى عليها. اوكي احنا وقفنا عند برج السرطان. السرطان في الراجل بقى الاول كنت بقعد اقول ان هو محتاج حد يفكر له، محتاج حد يساعده، لا ابتدى يهتم بان هو ما يعتمدش على حد وبقى يعتمد على نفسه بس. اوكي فدي برضو خطوه حلوه جدا جدا بالنسبه للسرطان. نيجي لبرج الاسد. بقول للراجل الاسد اتحرك شويه او اسعى شويه اكتر، محتاج تسعى شويه اكتر. ست الاسد هي اوريدي بتسعى، او يعني هي بتحب السعي او بتحب الشغل. ممكن يكون كان في فرص للارتباط للاسد كبنات 2022، بس ممكن تكون اللي ظبطت معاها يعني اللي ظبطت جزء قليل، واللي ظبطت معاه ما كملتش. تمام. بس اوريدي دخلت جوه اطار الموضوع، بس الموضوع ما كملش، لكن عندها فرصه تاني السنه الجايه. حلو. نيجي للعذراء. العذراء كان حاطط هدف كبير قوي، رجل العذراء بالذات، لسيناريو تاني خالص عمليا وماديا ما اخدش حقه السنه دي. رجل العذراء ما خدش حقه السنه دي بالنسبه عمليا، يعني كان يستحق حاجه احسن من كده شويه، او ترقيه مثلا معينه، او ماديا انه يكبر في شغله اكتر، او يكبر في شغله اكتر، بس ما خدش حقه السنه دي. السنه الجايه المفروض ان شاء الله خير بالنسبه له. فده بيسعى، فهو بيسعى لده، او ده مضايقه شويه لان هو حساس جدا، او الحاجات دي بتاثر عليه خصوصا لما يكون عمليا. نيجي للعذراء البنت. برضو تفكيرها اختلف، كانت دايما قاعده قافله الدايره عليها، او بتسعى لحاجات معينه، او الدايره بتاعتها صغيره، ابتدت تفتح شويه تفكيرها او توسع الدايره.